إذا المشاهدين متابعي قناة شوف تيفي كنتواجدوا بمدينة الدار البيضاء بالضبط شارع الرشيدي. كيف ما كتلاحظوا معنا حادث سير خطير بهذه المنطقة هذه، يعني شوفوا الآثار ديال اصطدام ديال السيارات. ف الحمد لله أنه ما تصابوش إصابة اللي خطيرة بزاف. يعني اصحاب هذه السياره هذه تم النقل ديالهم الى مستعجلات من اجل تلقي الاسعافات الاوليه، فكنتمنوا انهم يكونوا بحاله مزيانه ان شاء الله. يعني حادث سير وقع بشارع الرشيدي مدينه الدار البيضاء ما بين جوج ديال السيارات رباعيه. اذا المشاهدين الكرام غادي نودعكم على امان، نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.